والآن ننتقل إلى ضيف الصحف، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم مباشرة الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ حسن الدر. صباح الخير لك أستاذ حسن. صباح النور تيم. بداية أستاذ حسن، يعني مثل ما قلت قبل أنه أكثر من سيناريو متداول في الأيام الماضية حول رد إيران على استهداف قنصليتها بدمشق وانعكاسها على الجبهة اللبنانية، هل برأيك إيران تخلت بعد استهداف قنصليتها بدمشق عن سياسة منع توسيع الحرب؟ وكيف حيكون رد الإيراني برأيك؟ هلا إيران كان واضح من اليوم الأول إنه نعم لا تريد حرب واسعة، وكان عم بيعكس ذلك وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بأكثر من تصريح. حتى المقاومة في لبنان استوعبت أكثر من ضربة ولم تذهب إلى حيث يريد بنيامين نتنياهو، والعالم كله يعلم بأنه نتنياهو الوحيد يمكن الذي له مصلحة شخصية، حتى ليس لمصلحة الكيان، بأن تكون هناك حرب واسعة تشارك فيها أمريكا وإيران وكل هذه المنطقة. وحلم نتنياهو بالأساس حلم، يعني بمعنى أنه رغبة كبيرة كان قبل 27 حتى يحرض أمريكا على قصف إيران. الإيراني نعم بهالفترة على الأقل بهالست شهور الحرب تعرض لأكثر من ضربة بسوريا كاغتيالات عم نحكي، وكان يرد على طريقته تأكيد يعني تعزيز المقاومة، التسليح أكثر، زيارة الضغط على العدو الإسرائيلي بكل المجالات التي يراها هو أنسب إليه. وكان تقدير الإيراني أنه في عدم الرد مصلحة أكبر من الرد، مصلحة لإيران ومصلحة لغزة والحرب الدائرة هناك لحسابات كثيرة انحكت قبل. ولكن لما إسرائيل تجرأت وأخذت القرار بقصف القنصلية الإيرانية، هون أصبح عدم الرد مضر أكثر من الرد. وهي تقديرات، لأنه بالآخر إيران دولة كبيرة في المنطقة، إيران دولة لها حلفاء، وإيران دولة لها طموحات أيضا، وهناك هذا التنافس أو هناك هذا الصراع منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران مع إسرائيل، فوجهت إليها ضربة مباشرة مثل ما الكل صار يعرف، ضربة في القنصلية يعني ضربة في إيران كأنها قصفت طهران. فحسابات الإيران اليوم، هناك كرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك قوة الردع وقيمة الردع الإيرانية، وهناك أيضا حماية ممثليها وقنصلياتها وسفاراتها في العالم. إذا لم ترد يعني قد تصبح كل هذه يعني كل البعثات الدبلوماسية الإيرانية معرضة للاعتداء أو ما إلى ذلك. فحسب ما أيضا أصبح واضح، صرح بذلك المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي وأكثر من مسؤول إيراني، السيد حسن نصر الله أكد بخطابه الأخير، وكثر توقع وأنا منهم أنه لابد أن هناك رد إيراني. هلأ هذا الرد الإيراني، هون السؤال أصبح ليس هل سترد إيران، السؤال متى وكيف سترد، والسؤال الأكبر ما هي تداعيات هذا الرد، متى وكيف. هذه أمور لا أحد يستطيع التنبؤ بها، هذه مسألة تتعلق بإيران، تتعلق بحسابات إيران، تتعلق بتقدير الموقف، تتعلق أيضا بحجم المرتجى والمتوقع من هذا الرد. هل سيكون رد فقط لرد الاعتبار بمعنى أنه قصف من طهران أو من إيران باتجاه إسرائيل رد، يعني هي المسألة المعنوية وليست بالضرورة أن يكون الرد بقتل ضباط أو مسؤولين إسرائيليين بنفس قيمة الذين استشهدوا في سوريا، أو لا، في نظرية تقول أو هناك من يقول بأنه هذا الثور الهائج الإسرائيلي الذي يقتل ويدمر منذ 6 أشهر لابد من ردعه. هل ستكون هذه مثلا ضربة كبيرة من إيران باتجاه إسرائيل لتشعر إسرائيل بخطر الحرب الكبرى؟ هذا علامة استفهام. سؤال آخر، ماذا ستفعل إسرائيل عندما ترد إيران؟ هل سترد على الرد ومن روح تتلحرج الأمور إلى حرب كبيرة؟ أيضا السيد حسن نصر الله كان واضح وقال على الجميع ترتيب أوراقهم وأولوياتهم على هذا الأساس. نحن بالفعل تيما بهذه المرحلة، مرحلة دقيقة، مرحلة صعبة، ومرحلة أيضا لا يمكن التنبؤ بتداعياتها. هذا الجمود وهذه المراوحة منذ 6 أشهر، إسرائيل تقتل وتقصف وتدمر، الأمريكي يصر أنه لا يريد ويريد هدنة ثم يزوده بالسلاح ولا أحد يسأل، لابد من كسر هذا الجمود.
هل ستكون الرد الإيراني يكسر هذا الجمود وتذهب الأمور إلى مكان آخر، إن كان مكان آخر أو حرب كبيرة أو بدء الحديث الجدي عن تسوية؟ على الجميع أن ينتظروا وعلينا أن ننتظر.